صباح الخير يا جماعة، أقسم بالله نفسي أنام، نفسي أنام، بس مع يحيى مش عارف شو قاعد بصير. شو بتعمل يا حبيبي؟ شو؟ ثلاث ساعات من الاسترخاء. أنت بتسترخي ولا غرقان ولا شو بصير معك؟ أنا بسترخي. أطلع برا شو؟ مشان ربك يا زلمه، مشان الله يا زلمه انك تقول لا لا تع... ايش 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 عملت؟ شو عملت؟ بتسترخي يا زلمه. طب لا تعصب، شو عملت؟ ما عملت شيء. ليش انت عملت؟ بقول لك شو عمل لعاد؟ ابراهيم ليش طبيته؟ ما يحيى لك ساعتين دوشني نايم انا. بتسترخي يا زلمه يا زلمه. خلاص لا تعيط، لا تعيط، ارجع. خلي يا زلمه بسترخي يا زلمه. ارجع استرخي، خلاص ارجع. يا حياة يا قلبي افهم علي. طب اسمع افهم علي، بفهمك شغلة، ترى اذا احنا ضلينا بالسويت هون راح نفلس، عشان تكون بالصورة بس حبيت اخبرك. بس انا راح نفلس كل يوم 3 دولار. شو 3 دولار؟ شو مالهم ال 3 دولار؟ مش فاهم. السويت هاد 3 دولار 3000 درهم مش 3000 دولار. 3000 درهم. شو 3000 درهم؟ السويت هذا لنا 10 ايام واحنا هون. لازم نلاقي حل على الزات. ايش؟ لا عمالك لنزع لك، عمالك انزلك هي. ايش في؟ ايش في؟ هاي الاسبوع بحكي لك، انت مفكرهم 3 دولار؟ ايش اطلع؟ اخيرا؟ انت قد ايه؟